نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية اليوم الأربعاء بالمكتبة الوطنية حفلا لتقديم النصوص الكاملة المرقمنة للمخطوطات المحفوظة بمكتبة الكلية. هذا مشروع طموح في الحقيقة، هو مشروع يندرج في إطار برنامج حفظ الذاكرة وصيانة التراث المكتوب في المكتبات الجامعية والوطنية، وأيضا يندرج في إطار الحق للولوج إلى المعلومة. الآن سيتمكن كل الباحثين انطلاقا من حواسبهم من الاطلاع على سائر المخطوطات المحفوظة في مكتبات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. هذه المناسبة التي نجتمع فيها هنا بالنسبة لي أكثر مما هي حديث عن ماذا يقال عن حوسبة المخطوطات، هي إظهار لجانب خفي من أنشطة هذه القلعة كلية الأدب والعلوم الإنسانية في الرباط. ما يجهله الكثير من الناس أن كلية الأدب هي أول ناشر في المغرب، هذا معطى إحصائي، ثم ثانيا تتوفر على ثالث مخزون سواء من حيث عدد الكتب أو من حيث المخطوطات، فتحت له المرتبة الثالثة بعد هذه المكتبة الوطنية وبعد المكتبة الحسنية. فحوسبة المخطوطات سواء الأصلية أو المصورات المتوفرة لديها هو بعض مما تمتلكه. ويهدف مشروع رقمنة المخطوطات المحفوظة بمكتبة الكلية إلى التعريف بما تزخر به هذه المكتبة من ذخائر من شأنها الإسهام في الحفاظ على التراث المغربي المخطوط وتحصين الهوية الوطنية وصيانة الذاكرة.